حديثي عن السعادة، وحتى لا تفهمني خطأ فأنا لا أتحدث عن الطمأنينة والسكينة والراحة، بل أتحدث عن تلك النشوة الغامرة التي تملأنا أحيانا فتنسينا الدنيا من حولنا، ننسى الجوع أحيانا، نغيب عن الزمان والمكان ونحلق في عوالم أخرى. لكن متى نعيش هذه الحالة؟ أتبنى هنا رأيا لبعض العلماء يقول أن هذه السعادة تتحصل عندما يمارس أحدنا عملا ما يحبه، ولكنها ليست أي ممارسة، بل هي ممارسة ممزوجة بتحد، ولا يجوز أن يكون هذا التحدي ضعيفا جدا حتى لا يسبب الملل، أو صعبا جدا حتى لا يسبب القلق والإحباط، بل يجب أن يكون تحديا متناسبا مع إمكانياتك ومهاراتك. عندها فقط سيحفزك لتنجز، وعندما تشعر أنك تسير في طريق الإنجاز والتطور ستشعر بحالة السعادة والنشوة الغامرة، ومع كل إنجاز تحققه ستزداد مهاراتك وقدراتك ليصبح لديك تحد جديد، وهكذا تستمر في الإنجاز والسعادة. هذا أجمل ما في المعادلة. لم يعد الإنجاز الآن مقترنا بالكد والقلق والتعب، بل هو إنجاز مقترن بالسعادة. كانت هذه الفكرة محفزة وملهمة جدا لي، فابتكرت لعبة مع عائلتي أسميناها لعبة التحديات. تقول قواعد اللعبة: كل فرد في العائلة يضع مجموعة من التحديات له لمدة شهر، لا تقر هذه التحديات إلا بموافقة بقية أفراد العائلة حتى لا يضع أحد تحديات سهلة، ففي النهاية هنالك جوائز للفائزين. وضعنا قيمة لكل تحد، فبعض التحديات لها 5 نقاط وأخرى لها 10، وهكذا حسب الصعوبة والأهمية وباتفاق أفراد العائلة. وضعنا جوائز للفائزين كل حسب النسبة المئوية التي حققها من تحدياته، ووضعنا حدا أدنى، من لم يبلغه لا يحصل على شيء. أما صاحب المرتبة الأولى فهو بطل التحدي لهذا الشهر، وعلى بقية أفراد العائلة أن تعد له جائزة خاصة مفاجئة لهم. لم يكن المحفز الرئيسي في اللعبة هو المال، بل هو جو الحماس والمنافسة الذي عملت على إشعاله في العائلة والذي بلغ ذروته في الأيام الأخيرة. كانت التجربة رائعة جدا. كان الشهر الأول هو أكثر الشهور إنجازا في تاريخ عائلتي على الإطلاق. قمنا بأمور لم أكن أتخيل أننا سنقوم بها لشدة تسويفنا السابق لها. خرجت بعد الشهر الأول بملاحظات وتعديلات أضفتها للعبة لأطورها في الشهر التالي الذي كان من تحدياته. هذا المقطع: دمتم منجزين فاعلين، للسعادة ناشرين. ما هي إلا مفاتيح؟ ما هي إلا مفاتيح صغيرة مفاتيح صغيرة لعالم كبير.